النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: اشتداد الموج الحر اعتبارا من يوم غد الخميس وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس والموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة. كالعادة نبدأ نشرتنا بصورة أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتبين خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المتوسطة والعالية التي عبرت أقصى شرط المملكة، هي ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي تؤثر على أجزاء من العراق وأجزاء من سوريا ولبنان. باقي المناطق لم تشهد أي عبور للغيوم، بالتالي سيطقس صافي في تلك المناطق. ننتقل الآن لخرائط توزيع الكتل الهوائية على طبقة 850 ملي بار من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت. يوم الأربعاء يلاحظ تمركز الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة نحو الشرق من المملكة وشمال المملكة العربية السعودية، لكن اعتبارا من يوم الخميس تندفع هذه الكتلة الحارة غربا باتجاه المملكة واتجاه عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة من جديد ويعود الطقس الشديد الحرارة والمرهق لعموم المناطق طيلة عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، مع مؤشرات لاستمرارها لعدة أيام، وبالتالي ستكون واحدة من أطول الموجات الحارة التي ستؤثر على المملكة. تفاصيل أكثر حول هذه الحرارة انتقل وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة هذه المرة السطحية من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت. يلاحظ أن خلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس لتلامس 40 درجة مئوية وتفوق وتتجاوز 40 درجة مئوية في العديد من المناطق. درجات الحرارة تحافظ على هذه القيم يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، وبالتالي درجات الحرارة الأربعينية مستمرة، الأجواء المرهقة مستمرة خلال ساعات النهار. ساعات الليل لن يكون أفضل حال، حيث يسود الطقس حار نسبيا خلال ساعات الليل في عموم المناطق بما فيها الجبال وبما فيها السهول التي عادة ما تشهد أجواء مائلة للبرودة في هذه الفترة. درجات الحرارة تقترب من 30 درجة مئوية، نعني أن 30 درجة مئوية كحرارة الدنيا هذه المرة وليس الحرارة العظمى، وبالتالي ليالي دافئة وحارة نسبيا ومزعجة متوقع أن تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة بحول الله. نعود للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 25 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الخميس ارتفاع كبير وملموس على درجة الحرارة 42 درجة مئوية متوقع كحرارة عظمى، أما الصغرى 28 درجة مئوية. يوم الجمعة المزيد من الارتفاع 43 درجة مئوية متوقعة، أما الصغرى تلامس 30 درجة مئوية. يوم السبت توقع الحرارات أربعينية 41 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تحافظ على قيمة حول 30 درجة مئوية. لا بأس أن نوصيكم خلال هذه الحالة الجوية وخلال فترة تأثير الموجة الحارة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترة طويلة. أيضا ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم، وينصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج. بهذا ننهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء.